اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان معي على الهاتف. مساء الخير يا ممدوح بيه. مساء الخير حضرتك استمر ان شاء الله. يعني وعد من سيادتك السنة الجاية تكون مشرفنا وتسعد الناس كلها بوجودك معانا في يوم الاثنين ان شاء الله. ده وعد ليا، ولو عايزنا اتجوز كمان معاهم هتجوز. تحضر بس يا فندم ان شاء الله رب العالمين. انا بشكرك، والحقيقه جهد محترم، وانت عارف ان انا شهادتي مجروحه في جمعيه الأورمان لانها من الجمعيات اللي طول الوقت بتشتغل وفعلها هو اللي بيعلن عنها. كلمني عن هذه الاحتفاليه وابرز ما خرجنا به من نجاحات. انا بس باكد مع حضرتك الصوره اصدق من اي كلام. نعم. صورة 120 عريس وعروسة، صورة عشرات الاف الاطفال، صورة الاطفال وما بيلعبوا، ده يعني الحمد لله رب العالمين. احنا ابتدى اليوم جميل، دخلوا الاطفال خدوا وجبة افطار ثم وجبة غذاء كاملة ولعبوا في كل الحديقة في جميع الالعاب. ثم كان بعد كده في المساء 120 عريس وعروسة مع دول، يعني 60 بيت. وطبعا احنا كل واحدة كل عروسة بتاخد شيك باسمها، ممكن وجه قبل 10,000 وجه بعد 7,000 زائد الهدايا العينية اللي خدتها. طيب. ان شاء الله بيفرحوا. و500 واحد من اهل العرسان بالكامل، يعني 5 من اهل العروسة و5 من اهل العريس كانوا حاضرين، الامهات والعمات والبناء وكلهم. وشفتوا حضرتك كانوا بيفرحوا قد ايه وكانوا قد ايه مبسوطين. صحيح. وبناء عليها فندم ان الحمد لله بتطلع ونقول لها ادي الشيك اهو، هاتي الحاجات اللي ناقصاكي، هاتي الحاجات اللي تشتريها. منهم اللي بيروح بيت الزوجية في نفس اليوم، ممكن بيروح تاني يوم تالت يوم، كانت ناقصه ثلاجة بيصرف الشيك ويجيبها او غسالة او بوتاجاز. فالحمد لله رب العالمين. وطبعا سيادتك عارف يمكن الأورمان دقيقة في الكلام. اهم حاجة ان لازم بيجيب عقد القران مكتوب القسيمة فيها صورة العريس وصورة العروسة زائد حضور الاهل تماما زائد انها بتاخد شيك باسمها. طب انت ممدوح بيه بتدوا الشيك للعروسة اللي انت مش واثقين في العريس؟ احنا هو زواج يتيمات وطبعا عليهم كلهم، لكن طبعا نتحمل العيب الاكبر تجيب الحاجات اللي هي المطبخ بالكامل كل حاجه. مظبوط مظبوط. وزي ما سيادتك قلت بالظبط، ده بس فقط في دريم، لكن في جميع المحافظات بيتم هذا السيستم تماما. افطار ولعب اطفال، غذاء، زائد بقى سبق من حوالي شهر لبس جديد لمجموعه كبيره قوي من الاطفال. والله يا تامر بيه، مش انا بروح اقول له خد لبسك، بيروح بنفسه. هي. يختار الكوتش، يختار البنطلون، يختار التيشيرت، يختار البلوفر، يختار الشراب. وانا الحقيقه طبعا يعني الزواج الجماعي ده شيء رائع، وتيسير الزواج وفتح البيت واقامه الاسره ده ثوابه كبير عند ربنا، لكن كمان فكره ادخال السعاده والبسمه ونظره الاهتمام على الاطفال خصوصا اللي حرموا من ابائهم او امهاتهم. مش عايز اقول لك انا عارف هم ممكن يكونوا محتاجينها قد ايه وبيفرحوا بيها قد ايه. والله حضرتك كلامك ده مصداقيه، كنت معانا والله. أنا متأكد. بنت جميله بتقول اجمل حاجه النهارده، انا حسيت ان بابا موجود معايا. الله. وقالتها، ويمكن في بعض القنوات التلفزيونيه قالتها. الله. يعني قالت انا حاسه ان بابا معايا، ان انا مش لوحدي. هو لا يشعر بالشيء الا من حرم منه يا ممدوح بيه. ربنا يكرمك فندم ويكرم كل الاعلاميين ويكرم كل القنوات الفضائيه ويكرم كل انسان بيظهر العمل الايجابي. لا. بيظهر المجتمع المدني. انتم اصحاب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، وانا بحب طول الوقت ارجع الفضل لاصحابه وبشكركم وبحييكم، وما عنديش كلام غير ان انا اقول استمروا وكتروا كمان على قد الخير اللي موجود عند المصريين. انا متاكد ان احنا ممكن نسعد اكبر عدد ممكن من محتاجين هذا الخير. بشكرك شكرا جزيلا ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وطبعا بشكر كل القائمين على جمعية الأورمان كلهم الحياة بيشتغلوا بتطوع وبحب وبرغبة وبقدرة يستحقوا التحية والإشادة. وأنا بعتبر نفسي يعني عضو كمان في الأورمان في أي شيء بيحتاجوه أنا تحت الأمر.